طب قولي بقى، كابتن حسن شحاته كان زعلان منك ليه؟ هقول لك انا، كابتن حسن شحاته كنت ماشي كويس قوي قوي في تركيا، ماشي، وبعدين جه ما خدنيش بطوله 2006. اي حد يسالني عمال خبط يمين شمال، اي حد يسالني خبط يمين شمال. فطبعا قعد الموضوع ده قعد فتره طويله لحد ما اتقابلنا بقى في الحج 2009. وبعدين قلت له زعلان مني وبتاع، خلاص انا كنت هديت يعني، فاهمه؟ هو اداك الكارت الاحمر ساعتها كمان، مش انت بس مش احمر، لا اداني صاروخ في كارت احمر بس ايقاف تمام ماتشات. لا لا، قعدت فتره طويله، قعدت سنه 3 سنين بره المنتخب لحد ما رجعت في 2010. يعني خلصوا 2010 ورجعت انا مع المنتخب، كنت ساعتها قابلته في الحج هناك، ويعني شبه يعني اتصالحتوا. شبه اتصالحنا. طب في ماتش لا يمكن تنساه من ذاكرتك؟ طبعا. ايه هو الماتش اللي صنعني النجوميه مع النادي الاهلي؟ هو ماتش الاسماعيلي 4-4. ده استحاله انساه الحقيقه، يعني ده يعني برغم ان انا قبليها كنت بجيب جون كتير، بس الجونين اللي جبتهم في الماتش ده يعني الى الان معلمين مع الناس بشكل كبير جدا جدا، مع اني الاهلي خسر الدوري في الموسم ده، مع اننا خسرنا الدوري السنه دي، بس مش انا السبب يعني، ده كنت لا لا يعني بالرغم يعني. فالماتش ده الحقيقه الجونين اللي جبتهم دول يعني يمكن من احسن الاجوان اللي انا جبتها حقيقة. خاصه الجول الاول اللي انا جبته اللي هو هدف التعادل، يعني كان صعب جدا جدا جدا، صعب جدا جدا جدا، يعني محدش عارف يجيبه. يعني حتى اللعيبه بتاعت اوروبا ما حدش عارف يجيبه. انا يعني ابتديت احس بالمدربين على فكره. طب بص هقول لك، ابتديت احس بمدربين كانوا بيعانوا معاك ازاي. بعد الحلقه كده خش على اليوتيوب واكتبي. طب لا ليه، تعالى دلوقتي نشوف الجونين مع بعض. ماشي اوكي يلا. ضربه حره مباشر، بص بقى اتحرك اداء اولى دبل باس 1 2، مستلاقي اللف الدوره بيلم احمد هوبا تاريخ. إيه؟ شفت حد قبل كده جاب جون زي ده؟ لا لا بصراحه هو استحاله، ولا حتى في اوروبا كمان استحاله. ده جون ماركه احمد بلال، اللف كده والدوران وشمال شغال يمين شغال كله الحمد لله متواضع جدا. بص وقع وبس، بص مش دي بالشمال على فكره، انا مش اشول على فكره، ما بلعبش بشمالي. ده جت بس بص بقى، بص السحبه والساند على الارض، دي اهداف تتحط كده في عارفه في المتاحف. ده الجول الثاني. الجول الثاني ودخل علاء. شاف الاستلام واللف والدوران، الاهداف دي تتحط في المتاحف بس. والله مكان المتحف. لا ما احنا قلنا في المقدمه ان احسن حد جاب جوال بظهره اهو مكان المتحف الحمد لله، مش تعرف بس من غير ما اتكلم عن نفسي كتير مع اني اتكلمت كتير. تواضع يعني. الحمد لله احنا كلنا تواضع الحمد لله. طب فاكر كابتن حسام حسن عمل معاك ايه لما لبست رقم 9 في التمرين؟ لا لا انا تيشرت. والله والله لا ده بجد يعني، بس انا لبسته تاني. لبس بتاع ند مع حسام حسن؟ لا ما بنيتش لا لا لا. بص انا كنت جاي اولا انك ممنوع اصلا كان لعيب الناشئين يغير في اوضه اللبس بتاعت الفريق الاول، لان ده دلوقتي بقت الدنيا هيصه. زمان ما فيش الكلام ده، انت بتعرف الناشئين لسه منطقه تحت، خليك بقى غير تحت تمام. فكنت انا بغير فين؟ في اوضه اللبس بتاعت الناشئين. يدوني جايبوا لي تيشرتات ونازل. فجبت تيشرت بقى مكتوب عليه 9 ونازل التمرين بقى ايه؟ انا مش دماغي يعني ده بتاع تمرين تمام؟ فمتعود بقى احنا تحت ايه؟ هتلبس 9 هتلبس 10 هتلبس 20 عادي، تنزل التمرين كلنا يعني. فالمهم نزلت التمرين لقيت واحد بيرد عليا، تعال انا لسه صغير عندي 18 سنه وبتاع، انت مين اللي اداك التيشيرت ده؟ فقلت له لا هو الكابتن اللي قال لي خد دي ادوها لي يعني. فقال لي ايه ده؟ مين اللي لبس دي؟ لا 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 مش غير. قلت له غيرها يا كابتن، ما عنديش حاجه ثانيه. قال لا 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 كابتن عماد اليماني قال له تيشيرت. لا لا مش هتروح حاجه، انتوا عايزين تبطلوني؟ قلت له يا كابتن انا لسه اول تمرين ليا مع الفرقه. طب ولبستوني ازاي بقى؟ لا حطيت جنب واحد يعني، حطيت جنب خليت 19 يعني بالظبط، قعدت جنب واحد حلتها يعني. وخلصت التمرين بالتيشيرت. انا هحكي لك موقف مع حسام حسن، كابتن حسام يعني، كنا بنلعب تقسيمه صغيره 3 ضد 3، ف سوبل كان موجود وكابتن ثابت البطل، واحنا هو كان معايا في التقسيم. فجيت سوبل قال لي بقول لك ايه؟
انت عايز تلعب ولا لا؟ فقلت له اه طبعا. احلى حاجه عندك شخصيه. ايوه. قوي. ما تبقى انت والجون وبتاع لازم تجيب اجوان. المهم بنلعب بالتقسيمه وهو بيلعب معانا تقسيمه كبيره. فرقصت الجون وبعدين حطيتها. فلقيته بينادي عليا انت لعب. يا كابتن باصي. قلت له كابتن الجون فاضي. قال لي بقول لك باصي. قلت له كابتن الجون فاضي يا باصي فين؟ قال لي سنه 82 الكابتن الخطيبه انا رحت جاي مرقص الجون وحطيتها له لورا. قلت له يا كابتن سنه 82 انا هنا لسه انا لسه هنا ناشئ سنه 99 احط لك ازاي بدنا. لا كابتن بص كابتن حسام يعني هو يعني شخصيه طبعا مقاتله جدا يعني وعنده سبيرت عاليه جدا وهداف كبير جدا جدا بس هو برده يحب حسام حسن تمام يعني انا بقول لك انا والجون رقصت جون وحطيتها بيقول لي بس بالعرض تمام فده معناه ان هو بيحب حسام حسن نفسه يعني وناس كتير ناس كتيره كده يعني بس مش لدرجه ان انا رقص الجون حطها لك بالعرض يعني مش الدرجه دي مش الدرجه دي يعني طيب في قرار انت اخدته زمان ونفسك الزمن يرجع بيك والقرار ده يعني حاسس انت غلطت فيه تغيره وطبعا اكيد هتقول لنا ايه هو انا اكيد هتقول لنا ايه هو القرار ده انا عندي 900 قرار كتير قرارات كتير عندكم وقت طب اكتر قرار يعني انا قراراتي كلها شبه بايظه والله بص يعني ما انا قلت لك انا قرار ان اروح تركيا تحديدا ده كان قرار مش احسن حاجه يعني. او لو راجع بيها الزمن مش هروح ما كنتش رحت الحقيقه يعني كان قرار خاطئ جدا بالنسبه لي يعني اثر في مسيرتي في الكوره بشكل كبير لانه كنت انا ساعتها متالق في الاهلي بعدني كتير عن النادي بعدني كتير عن الجمهور بعدت عن المنتخب ودي كانت من اسباب برضو ان انا بعدت من المنتخب مش بس الخناقه يعني ان انا مشيت من الاهلي رحت احترفت في تركيا